المحدثين الأفاضل على هذه المنصة. الآن أنا أدعو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأن يتحدث ويقدم الرؤية المصرية فيما يخص المشروعات التنموية والمشروع الأضخم عالميا على الأقل في هذه المرحلة. حياة كريمة، تفضل يا فندم. شكرا. أنا هحاول برضه الأربع دقايق يعني أستمر على الأربع دقايق اللي أنت بطلتونا بيهم. خلوني في البداية أقول بسم الله الرحمن الرحيم وأشكر السادة الضيوف المتحدثين على مساهمتهم الرائعة النهاردة في هذا الموضوع اللي أنا بعتبره شخصيا من أهم الموضوعات اللي محتاجين كلنا نخلي بالنا منها ونفكر فيها. وخليني أوجه من خلال آية وسارة يعني شبابنا إن أنا أوجه التحية لشباب مصر، لأن شباب مصر المؤتمر اللي احنا موجودين فيه ده كان احد افكار شباب مصر. حياة كريمة اللي بنتكلم عليها اللي هي بقت نموذج ملهم يعني هي برضو احد افكار شباب مصر، فانا بوجه لهم التحية على ده. خلوني اقول لكم ان اذا كنتوا بتقولوا ان الفقر في بلادنا او حتى في بلاد كثيرة بس كتير منهم بيتركز في افريقيا، الفقر بيدخل البلاد في متاهات يصعب الخروج منها. الفقر بيدخل البلاد والاسر، عايز تتكلم عن مستوى الاسره ممكن تقول انه بيدخل الاسره في متاهه، عايز تتكلم على مستوى الدوله ممكن تقول بيدخل الدوله في متاهه. متاهه التخلف، متاهة التخلف، متاهة الجهل، كله هي يعني عبارة عن مثلث الفقر والتخلف والجهل يلفوا ويصعب على أي حد يخرج منهم بسهولة.